الوقفات حلوه والعالم مبسوطه وفرحانين والحمد لله ماشي الحال الامور تمام. وبس هيك في عنا هيك حكايه انه كرمال انخفاض الليره التركيه مقابل الليره السوريه، والاوضاع الحمد لله كويسه وفي اقبال على الشراء وفي اقبال على الشغل الحمد لله وعالم مبسوطه وشوفت عينك اجواء عيد ووقفه واليوم وقفات يعني الحمد لله تمام تمام. كل جابه هيك خلينا شو